بكرة أروح أنا هون في أمان، وبكرة أروح للزرقاء. سلام، اليوم على 12/2، اليوم جمعة، اليوم راح أروح للزرقاء عشان ما هذا الأول مرة أنا أعمل رحلة برا عمان. دال هناك في نهاية الأسبوع راح أنام هناك كمان. بفكر شوي، أنا فكرت إشي شوي بضحك عشان عادة لما الأجنبي بيروحوا للأردن، وعادة الأجنبي الأول إشي هم بيعملوا رحلة للبترا أو رحلة للوادي رام. الأول مكان أنا أروح لما أنا في أردن، لما أنا في أمان، أنا بدي أروح للزرقاء. وهناك ما في إشي سياحية، أنا بفكر ما في. يلا أنا متحمس شو راح تصير. مع السلامة.